الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم فيه من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ سرى محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى فيه الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء فجزاه الله عنا خيرا جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ثم أما بعد عباد الله في ختام هذه الأيام المباركات في هذه العشر الطيبات الأواخر من شهر رمضان في ختام هذه الأيام المباركات نقف وإياكم مع بعض الأحكام الشرعية الربانية المتعلقة بهذه الأيام وما بعدها من يوم العيد يوم عيد الفطر الذي هو شعار من شعائر الإسلام العظيمة الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى هذه العشر الأواخر فيها ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أي ليلة القدر وقال التمسوها في الأوتار أي في الليالي المثرية ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والتاسع والعشرين والتاسع والعشرين فإنها أرجى وأحرى ما تكون في هذه الليالي وخاصة ليلة السابع والعشرين فإنها من أرجى ليالي الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر فيها قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين ليلة القدر فيها يفرح يقدر مقادير العام كلها في ليلة القدر والتي هي في هذه العشر الأواخر من رمضان فاجتهدوا فيما بقي عباد الله فإنما بقي خلاصة الخلاصة وخيرة هذا الشهر العظيم وخير الأعمال خواتيمها وهذه خواتيم شهر رمضان المبارك فاجتهدوا فيها في العبادة والصلاة واجتهدوا فيها في تلاوة القرآن والدعاء واجتهدوا فيها في الصدقة وخاصة صدقة الفطر واجتهدوا فيها في لين الكلام وحسن الكلام وحسن الأخلاق وحسن المعاملة واجتهدوا فيها بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى لما تيسر لكم من أعمال صالحة فإن فضيلة الزمان وشرف الزمان تكسب العمل شرفا على شرف فضيلة الزمان تكسب العمل شرفا على شرف فقراءة القرآن وأنت صائم ليس كقراءته وأنت غير صائم وقراءة القرآن في ليلة القدر ليس كقراءته في غير ليلة القدر والصلاة في ليلة القدر والقيام في ليلة القدر ليس كالقيام في غير ليلة القدر فاغتنموا هذه العشر فإنها خيار من خيار أيام المباركات الطيبات نورها الله تبارك وتعالى بذكرها في كتابه سبحانه وتعالى وخصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر والبحث والتحري والاجتهاد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها
ويقول التمسوها تحروها، ابحثوا عن لينة الخير، ابحثوا عنها في مضاجعها في اماكنها في ازمنتها، وهذا زمانها وهذه هي لياليها الطيبات المباركات. فمن شهد ليلة القدر قائما لله تبارك وتعالى داعيا لله عز وجل ذاكرا لله فقد نال نصيبه من ليلة القدر فهو قبل ومستكبر. ثم عباد الله، شرع الله عز وجل لعباده في هذه العشر الاعتكاف ليكون اقوى للعبد على التعبد لله والتقرب للطاعه، للصيام، للصلاه، للدعاء، للذكر، لعباده الله عز وجل. والاعتكاف لزوم المسجد بنية التقرب الى الله تبارك وتعالى، كان من سنته صلى الله عليه وسلم ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان كلها، كما قال ابو هريره رضي الله عنه لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهذا اكمل الاعتكاف ان يعتكف العشر كلها، فان عجز عليه ذلك فليعتكف بعضها، نصفها، ثلثيها، ثلثها، ربعها، ما تيسر له منها. فإن تعذر عليه ذلك فليعتكف ولو لياليها، فإنه يجوز ويشرع اعتكاف الليالي. جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك ليلة ليلة، ولو أن يعتكف العبد ليلة من ليالي شهر رمضان فإنه ينال بذلك فضيلة الاعتكاف، فإنه ينال بذلك فضيلة الاعتكاف. حتى ولو لم ينل فضيلة اعتكاف العشر كلها فإنما لا يترك كله كله لا يترك كله فإنما لا يترك كله لا يدرك فإنما لا يدرك كله لا يدرك كله فاغتنم اعتكاف هذه العشر ولو ليلة من لياليها، ولو ليلة من لياليها، ولو ليلة السابع والعشرين فقط، بأن تدخل المسجد قبل غروب الشمس وتخرج من المسجد بعد صلاة المسجد، وهذا أقل الاعتكاف. قال الله عز وجل وطهر بيتي للصائمين والعاكفين والركع السجود. ثم عباد الله، فرض الله عز وجل على المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدقه الفطر طهره للصائم وارضاء للرب واغناء للفقراء، وهو مظهر من المظاهر العظيمه للتكافل الاجتماعي الايماني الاسلامي الاخوي في دين الاسلام، مظهر ومشعر من شعائر الله عز وجل، يعكس سماحة دين الإسلام واهتمامه بطبقة الفقراء حتى في لحظات الفرح في أيام العيد. فإن المقصود من صدقة الفطر أن يغنى الفقير في يوم العيد، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من ناحية وإغناء للفقير من ناحية أخرى، وإعطاء لله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يحب الصدقات. قال عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم عند ربكم ويكفر عنكم من سيئاتكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فالله يحب المتصدقين ويحب الصدقات ويفرح بالصدقة تبارك وتعالى وتقدس. فشرع الله تعالى لنا صدقة الفطر هذه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من سم او صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع صاع من تمر أو صاع من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح صاعا من طعام، صاعا
من طعام، أي من شتى أنواع الطعام المدخر المحتاج من الطمح أو الشعير أو الذرة أو ما شابهها من الحبوب كالفول والفاصوليا والعدس واللوبيا وما شابهها كالزبيب وكاللبن المجفف والذي يسمى عند العرب بالحقر وغير ذلك من صنوف الطعام كالخبز وغيره. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا، والصاع ايها المسلمون لتتعلموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وهديه ولتفهموا قوله ومعنى كلامه، فإنه خطاب وإفرينه خطاب من رسول كريم إلى أمته الغراء. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، فما هو الصاع أيها المسلم؟ وما هو الصاع أيها المسلمة؟ إنه من المعيب، إنه من المعيب أن نعرف ترجمة الكلمات الإنجليزية والفرنسية وألا نعلم معنى ألفاظ وكلام ومعاني ومراني كلام رسولنا وحبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، الصاع مكيال من مكاييل العرب كانت تجيل بها الطعام، والصاع مقداره أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين مجموعتين، هذا هو المد ملء الكفين المتوسطتين، فالصاع أربعة أمداد، ملء الكفين المتوسطتين أربع مرات، هذا يسمى صاعا، هذا يسمى صاعا. ومن هدي الإسلام وسنته السهولة والبساطة، فأحكام الإسلام دائما جاءت سهلة ميسرة تخاطب البسيطة في بساطته والعالم في علمه، جاءت أحكام الإسلام تخاطب الإنسان بأحكام يستطيع تطبيقها ولو انعدمت كل الآلات من حوله والموازين من حوله، فالأحكام الشرعية متعلقة فالأحكام الشرعية متعلقة بتراتيب ونظم ربانية صالحة للتطبيق، صالحة للتطبيق في أي زمان وفي أي مكان. وتأملوا في الصلوات الخمس المكتوبات مواقيتها أوقات دخولها، لم يعلقها النبي صلى الله عليه وسلم بساعة رقمية، لأن الساعة الرقمية قد تتعطل، قد تتوقف، قد تنعدم، قد لا تكون موجودة، قد لا يحسن استعمالها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علق أوقات الصلوات الخمس المكتوبات التي هي جواز الدخول للجنة، علقها صلى الله عليه وسلم بعلامات كونية يومية ظاهرة. فالظهر والعصر والمغرب تعرف بالشمس تحديدا، والبدر يعرف بضوء البدر، والعشاء يعرف بضياء شفق الشمس وحمرته، أحكام بسيطة يعرفها الإنسان، يعرفها الراعي في غنمه ويستطيع تطبيقها مباشرة، ليس فيها كثير تعقيدات. صيام رمضان لا يحتاج إلى حسابات فلكية طويلة معقدة، إذ ليس كل الناس يحسنون ذلك، ومن يحسنون ذلك ليسوا كلهم مصيبون فيه. ولهذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام صيام رمضان والفطر في رمضان بآخر الشهر برؤية الهلال بالعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه في آخر الشهر
وإذا رأيتموهم فأبصروهم. كانت سهلة من الصراحة. والصاع أربعة أمتاز من الكفين المتوسطتين يستطيع الرجل في القرية النائية بيديه أن يخرج صاع طعامه، ويستطيع في مدينته أن يخرج صاع طعامه بسهولة ويسر، لأنه مقدار معلوم سهل ويسر. فسفهيمنا في بساطة وسهولة يخاطب الإنسان خطابا سهلا وتطبيقه سهل ويسير على من يستره الله تبارك وتعالى عليه. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام على الحر والعبد، على الحر والعبد، فهي ليست خاصة بالأحرار فقط، بل من كان له عبد مملوك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر وصدقة الفطر عن عبده المملوك. على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، أي غير المسلمين لا تخرج عنهم صدقة الفطر، سواء كانت الزوجة نصرانية أو يهودية فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، أو كان للإنسان عبد مملوك غير المسلمين فإنه لا يخرج عنه زكاة الفطر أو صدقة الفطر. فرضها على المسلمين وتؤخذ من المسلمين وترد على فقراء المسلمين، وهذا هو الأصل في هذا الدين الحكيم الطويل. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على أرداف الأسر، فرب الأسرة الذي هو الأب يخرج صدقة الفطر أصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته وأبناء وأولاده الخصر ذكورا وإناثا. وأما أبناؤه الكبار المنذر من كان منهم مستغنيا بنفسه وبماله فإنه يخرج صدقة الفطر عن نفسه، وأما ابنه البالغ المنفصل عنه في حياته المنفصل عنه لا يدخل من طاعاته ولا يدخل معه في بيته، ابنه الكبير الفقير يجوز أن يعطيه زكاة فطره بل وزكاة ماله. قد خرج نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج زكاة ماله، فوضعها في المسجد في موضع معلوم عند الصحابة توضع فيه وتجمع فيه زكوات الأموال حتى يأتي الفقير ويأخذ منه مباشرة. فجاء معي بزكاة ماله فوضعها في المسجد ثم انصرف، فجاء ابنه يزيد فوجد هذا المال فأخذه، فلما رآه أبوه قال ما إياك عليه، فقال ابنه أنا من أهلها فقير مجتهد. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا معن، لك ما أخذت لأن هذا الولد يستحق أن يأخذ هذه الزكاة لأنه منفصل عن أبيه في الطعام والشراب، لن يرجع هذا الطعام والشراب إلى أبيه مرة أخرى بصورة من الصور. فالولد الفقير يجوز أن يعطى زكاة الفطر أو زكاة المال إذا كان منفصلا عن أبيه في طعامه وشرابه ومسكنه، أو أن تعطى زكاة الفطر لأقرب الأقربين من العمومة الفقراء، أبناء العمومة الفقراء، الخبولة الفقراء، أبناء الخبولة الخبولة الفقراء، وهكذا الأقرب كالأقرب. فإن أفضل الصدقة ما كانت لكل أرحام، فإن أفضل الصدقة ما كانت لكل أرحام. ويجوز أن يوكل غيره في إخراج زكاة ماله قربة لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صدقاتنا وصيامنا وعباداتنا وقيامنا إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إن من سماحة الإسلام العظيمة أنه جعل التكليف بالأوامر الشرعية تكليفا
ذاتيا يحرص العبد عليه طاعه لله عز وجل وقربة لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة لا توجد في قوانين الدنيا كلها، لا توجد في قوانين الدنيا كلها، لأن أحكام الله تبارك وتعالى تنزيل من حكيم خبير. فالعبد حينما يخرج صدقة فطره يخرجها طاعة لربه، يرجو عند الله تعالى في الدار الآخرة ثوابه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ينتظر ثوابه عند الله عز وجل، ينتظر وجهه عند الله تبارك وتعالى، لا ينتظرها في الدنيا من أحد. ولهذا يقدمها بطيب نفس، ولهذا يقدمها بطيب نفس طائعا عابدا لله تبارك وتعالى بها، راغبا فضل الله عز وجل وثوابه. ثم يوم العيد، يوم الفرح والسرور، يوم العيد مظهر آخر من مظاهر الإسلام وشعيرة من شعائر الدين العظيم الذي تبين أن هذا الإسلام ما ترك بابا من أبواب الحياة إلا وضبطه وطرقه وبين أحكامه. مظهر من مظاهر الإسلام العظيمة التي تبين أن الدين لا يمكن أن ينفصل عن الحياة أبدا، بل حتى في فرحك الدين معك، وفي حزنك وغضبك الدين معك، وفي فراشك مع زوجتك الدين معك، وفي بيعك وشرائك الدين معك، وفي سلمك وحربك الدين معك، وفي نكاحك وطلاقك الدين معك، وفي أسرتك ومعاملتك لأولادك الدين معك، في تعاملك مع جيرانك الدين معك، في قرضك وردك للديون الدين معك، في داخل أحوالك الدين معك، في موتك وحياتك، في ميلادك وتسميتك، في تكفينك وتغسيلك ودفنك الدين معك في كل مراحل حياتك. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونصري ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجب أن يعلم يقينا أنه لا يمكن أن ينفصل عن دينه في أي باب من أبواب حياته، لا دولة، لا أسرة، لا مجتمعا. وأن يعلم أنه إذا أراد حفظ دين الله عز وجل عن أي جانب من جوانب الحياة فإنه بذلك قد فصل علاقته بالله تبارك وتعالى، ولم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإلها ومتبوعا. فإن المسلم مستسلم لله تبارك وتعالى بكله لا بجزئه، مستسلم لله تبارك وتعالى بكل أعضائه وبكل تفاصيل حياته. جاء اليهود إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا: يا سلمان، علمكم نبيكم كل شيء، كل شيء حتى القراءة؟ فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، ما استحى، لأن شرع الله تبارك وتعالى لا حياء فيها، دين الله عز وجل جاء ليعلمك كيف تقضي حاجتك، كيف تغتسل من جنابتك، وكيف ترعى دولتك، وكيف تربي أسرتك، وكيف تعامل زوجتك، وكيف تعامل جيرتك، وكيف تعامل رحمك، وكيف تعامل عدوك، وكيف تسالم وتصالح عدوك. فاليهود جاءوا مستهزئين كعادة اليهود وأذنابهم من العلمانيين. قال الله تعالى عن هذه الحداة وأمثالها، قال الله عنها: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. اليهود، النصارى، العلمانيون، الملاحدة، إذا علموا حكما من أحكام الشريعة الإسلامية جاءوا يستهزئون به ويتخذونها مادة للتلذذ
وللقربة وللسخرية والاستهزاء. قال الله تعالى: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين. فاليهود جاءوا مستهزئين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، لكنهم جاءوا في وقت عزة الإسلام، جاءوا وهم تحت سلطان الإسلام يتمتعون بعدل الإسلام وأمن الإسلام ورحمة الإسلام، آمنين على أهلهم وأموالهم وأعراضهم، يسيرون في الشارع يهود يهود لا يتعرض لهم أحد ولا يؤذيهم أحد، تحت مظلة دولة الإسلام وحكم الإسلام، آمنين على معاملاتهم، لا يظلمهم أحد، لا يزور عليهم أحد، لا ينتهبهم أحد، لا ينتقصهم حقهم أحد. ومع ذلك جاءوا مستهزئين، فقالوا لعبد سلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال سلمان رضي الله عنه: نعم، نهانا أن نسترجي برجيع أو عظم، أو أن نسترجي بأقل من ثلاثة أحجار. دين جاء ليعلمك النظافة على أصولها، كيف تتنظف، كيف تتطهر، كيف تتطهر، تتطهر لتلقى الله تبارك وتعالى في صلاتك طاهرة، وتتطهر لتلقى عباد الله عز وجل طاهرة، وتتطهر لأن الله تعالى طيب يحب الطيب، يريدك قلبا طيبا ويريدك جسدا طيبا. ولهذا شرع الله تعالى لنا في دينه بابا كبيرا في كتب الفقه اسمه أبواب الطهارة والمياه. أبواب الطهارة والمياه تخبرك ما هو الماء الذي تتنظف به والماء الذي لا تتنظف به، يخبرك كيف تتنظف، كيف تقضي حاجتك، كيف تتطهر من قضائك لحاجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتفتح من الخلاء بيمينه. دين جاء لك بتفاصيل التفاصيل. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه: اذا انتعل احدكم لبس النعال. نعم، الدين معك في لبسك من عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انزعل أحدكم فلينزع باليمين، وإذا نزع فلينزع بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما نعلى وأخراهما نزعى. لبسك لنعليك، الدين حاضر معك، تبدأ أولا بقدمك اليمنى لتلبس نعليك، وإذا قال لك اقلع نعليك فإنك تقلع نعليك، كما قال الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: اقلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جاء ليعلمك، ليبينك أدب اللباس، أدب لبس النعال، كما أنه جاء ليعلمك أدب لبس الثياب، وما هي الثياب التي تصلح والثياب التي لا تصلح، ما الثياب التي تدور وتحل والثياب التي لا تحل ولا تدور. حرمها، حرم علينا ثيابا لما فيها من الضرر النفسي علينا، ولو لم يكن فيها ضررا بدنيا فإن فيها ضررا نفسيا. كما حرم أيضا على المرأة ثياب وشرع لها ثياب، وحرم على الرجل ثيابا وشرع له ثياب، وحرم علينا أطعمة وأحل لنا أطعمة، شرع لنا أشربة أحلحها لنا، وحرم علينا أشربة حرمها علينا، معنا في كل تفاصيل حياتنا. دين عظيم قيم، فرحنا في يوم العيد، سرورنا في يوم العيد عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وأكمل عقب الصلاة إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل وأن يتولانا برحمته. اللهم اهدنا فيمن هديت،
وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يحل من عاديت ولا يحل من واليت تباركت وتعاليت اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم نسالك لاسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان لا نغادر رمضان الا بذنب مغفور وعمل متقبل مقبول وتجاره لن تبول اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا وقراءتنا وعبادتنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا قائمين اللهم لا تردنا قائمين ولا عن بابك مقبولين اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم اجعلنا عندك من المقبولين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم علمنا بعفوك ومغفرتك يا اكرم الاكرمين انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش اللهم تقبل منا صيامنا هذا اللهم تقبل منا صيامنا على ما فيه من نقص اللهم تقبل منا صيامنا على ما فيه من قصور فانك اكرم الاكرمين فانك اكرم الاكرمين انت اكرم سبحانك وتعاليت وتقدست أن تتقبل منا ولو ساعة من صيامنا ولو لحظة من لحظات صيامنا اللهم اقبلنا على عذرنا وعذرنا اللهم اقبلنا على ما فينا من نقص وتفريط وذنوب ومعاصي واغفر لنا يا ربنا بخاتمة الحسنى اللهم اقبل بالصالحات أعمالنا وعلى العمل الصالح والسنة توفنا وأنت راض عنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنا رأينا ووجدنا من يفعل في دينك ومن يتمتع بشريعتك اللهم إنا وجدنا من وجد مسلما فتذكر لدين الإسلام اللهم فثبتنا على الإسلام يا رب العالمين اللهم ثبتنا على الإسلام يا رب العالمين اللهم أحينا مسلمين توفنا مسلمين ابعثنا مسلمين ألحقنا بالصالحين أدخلنا جناتك جنات النعيم اللهم نعوذ بك أن نعتبر على حكم من أحكامك أو شريعة من شرائعك أو تشهر شريرة من شعائرك اللهم إنا نرشيد بأن لك مستسلمين لك مسلمين لدينك مبعدين لدينك منقادين لأمرك مستجيبين لأمرك مستجيبين اللهم يا رب العالمين وفقنا بهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا لا تحرمنا واجعله الوارث فينا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم واجعل الجنه دارنا وقرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.